السلام عليكم ورحمة الله. حبا لك عزيزي المشاهد وافتخارا لك بهذا النجم، ضع لايك للفيديو. أمام منافس له اسم ثقيل وفي مواجهة مهمة في سباق اللقب، شارك النجم رياض محرز كأساسي طيلة 90 دقيقة. محرز لاعب مهاري في عملية الاستلام والتسليم والمراوغة، إضافة إلى قدرته على خلق تمريرات مفتاحية مؤثرة في الثلث الهجومي وصناعة التمريرات لزملائه، وهذا ما يرفع من قيمة رياض كلاعب مهم في منظومة غوارديولا الهجومية. رغم الصيام فقد قدم رياض 90 دقيقة من اللعب الجميل، وبعد صافرة نهاية المباراة حين بدأ اللاعبون بشرب المياه، ظهر النجم محمد صلاح وهو يرفض أخذ قنينة الماء التي عرضها عليه أحد اللاعبين، ونفس الشيء مع رياض محرز. وهكذا كانت ردة فعل بيب غوارديولا. أعزائي المشاهدين، إلى لقاء آخر بإذن الله.